يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت إماما لصلاة المغرب، وبعد أن سلمت قلت للمأمومين: أعيدوا صلاتكم فإني على غير طهارة، فهل فعلي هذا صحيح؟ إذا كنت انتبهت أنك على غير طهارة في أثناء الصلاة فصلاة الجميع غير صحيحة، وكان الواجب عليك الانصراف ولا يجوز لك الاستمرار في الصلاة. أما إذا كان أنك ما فطنت إلا بعد ما سلمت فصلاة المأمومين صحيحة، وأنت الذي تعيد الصلاة فقط. نعم.